أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الحلقات اللي بنشرح فيها بعض البرامج الخاصة بالبحث العلمي والمواقع كمان اللي بتساعدنا فيه. النهاردة هنتكلم عن أكبر مشكلة بتواجه الباحثين أو الناس اللي بتكتب رسائل، هي مشكلة البلاجرزم. إزاي إن أنا بيطلع عندي نسبة اقتباس عالية جدا خلال كتابة أبحاثي، حتى لو حاولت ان انا اعملها يدوي هياخد مني وقت كتير وهيعمل لي مشكلة اكبر في صياغة الجمل وساعات الويكنس بتاعها. كتير من الناس اتكلمت عن موقع كويلبوت، لكن النهاردة تعالوا نتكلم عنه بصفة تانية ونشوف ازاي احنا نقدر نستفيد من الموقع ده باكبر كمية ممكنة من الفوائد اللي موجودة جوه الموقع. لو دخلنا الموقع بتاع كويلبوت وحاول ناخد عندنا سامبل نحاول نعمل لها بلاجرزم مثلا تشيك، بس قبل ما نعمل بلاجرزم تشيك احنا ممكن نحاول نعمل لها بارافريزنج ونشوف هيطلع معانا ايه. ده الشكل الجديد لموقع كويلبوت. دلوقتي هما زودوا شوية عدد الحروف، بقت حوالي 500 حرف، كانت قبل كده 400 حرف، يعني حوالي 10 كلمات او اكتر من 10 كلمات. تعالوا نعمل كده ونشوف هنستفاد من الموقع ده ازاي. دي الطريقة العادية اللي كل الناس بتعمل بيها الفحص او اللي تعمل فيها البارافريز. انا اللي عندي اتغير هنا بعض الكلمات، زي مثلا بداية الجملة اتغيرت، بعض الكلمات داخل الجملة. اهم حاجة عايزين نتعلمها هي حاجة how to use الوورد فليبر اللي موجود فوق ده. الوورد فليبر بيتغير لغاية درجة معينة عندي، يعني أنا هنا كده غيرت فتغير عندي درجة أكبر، بعد كده غيرت تاني فتغير الكلام عندي بدرجة أكبر وهكذا. ما أقدرش طبعا أعدي عن كده لأن الباقي ده بيبقى الجزء المدفوع من البرنامج. فده هما الثلاث اختيارات أو الخيارين الموجودين قدامي علشان أقدر أختار منهم في تغيير الكلمات. إيه بقى الحاجات اللي أنا بقدر أستفيد منها من خلال البرنامج ده؟ زي مثلا ان انا لما اجي ادوس على كلمة responsible، كلمة responsible دي لو دوست عليها اقدر اغير من السينونيمز اللي موجودة هنا، اقدر اختار دي او دي او دي او دي او غير على حسب انا محتاج اغير ايه. هنا مثلا هشوف ان في جمل محطوط تحتها سطر اصفر. الجمل اللي محطوط تحتها سطر اصفر دي معناها ان هو غير ترتيب الكلمات جوه الجمل، او غير زي ما بنقول التتابع بتاع الكلمات جوه الجمل. ساعات بيبقى في كلمات مثلا زي world wide او spirit world wide، دي ممكن بيبقى التعبير كله عموما عايز هو ممكن يديك ليه اختيارات انك تغير فيها او انك تعدل فيها بحيث انك توضح فكرتك باسلوب تاني غير اسلوب اللي كان موجود جوه البيبر. فانا ممكن مثلا اختار spirit around the world وادوس عليها كده فبقت الجملة كده. كلمة around مثلا محطوط على علامة صفراء فممكن هيبقى ليها بدائل تانية زي spread throughout the world. فبالطريقة دي انا اقدر اغير من شكل الجملة خالص. ممكن الفيرب ذات نفسه اللي هو spread اللي في الاول ده تمام ممكن يتغير. ده لو في بعض الحاجات اللي موجودة ممكن بيبقى عندي القدرة على ان انا اغير الفيرب ذات نفسه تمام. مثلا اقدر اجي اغير بعض زي كلمة مثلا responsible زي ما قلنا، انا ممكن ادوس عليها اخليها accountable تمام. ممكن بعد كده ممكن اجي اغير مثلا كلمة outbreak لو جيت دوست عليها ممكن يبقى occurrence epidemic incidence. كل دي طرق ممكن اغير بيها الكلام. فاحنا لو اتعاملنا بالطريقة دي مع الموقع ممكن نطلع جملة مختلفة خالص ونبعد نفسنا عن مشكلة البلاجرزم اللي بتبقى ظاهرة عند ناس كتير جدا في أبحاث. كل ما بغير أكتر على فكرة كل ما مشكلة البلاجرزم بتختفي من عندي من الباراجراف. لكن أهم حاجة برضو علشان نعمل هنت عليها أو إن احنا لازم نأكد عليها هو إنك لازم تقرأ ورا السايت. ساعات بيغير ترتيب الجمل بحيث إن هي بتبقى مش مفهومة، او بيبقى فيه فيربس او ضماير او
ممكن ادوات جر او حروف جر اتنقلت في اخر الجمله كده، يعني لا لوس كده ملهاش اي 60 لازمه، يعني محطوطه كده في الاخر من غير ما حاجه ليها لازمه، يعني من غير معنى كمان. فالافضل انك تقرا برضو، يعني احنا دلوقتي ما خدناش في الباراجراف ده اكتر من دقيقه او دقيقه ونص، بس باراجراف قدرنا نغير فيه كل حاجه. اتمنى ان يكون الشرح البسيط ده بس وضح شويه نقاط في الموضوع، هو فيديو صغير لكن ان شاء الله هيبقى فيه تتابعات او متابعه على الحاجات دي بعد كده مع بعض. اتمنى يكون الفيديو واضح، وان شاء الله نشوف بعض في حلقه جديده باذن الله في القريب.